لم يكن صلى الله عليه وسلم سبابا ولا عيابا ولا شتاما ولا نابيا. ما يوجد في السيرة ولا في قاموس السنة كلمة قالها صلى الله عليه وسلم مؤذية لأحد، حتى يقول له ربه: ولو فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وإن يقول إخواني الدعاة والكتاب: انزعوا الكلمات المؤذية. تريد تعرف من حقيقتنا نحن؟ تريد تعرف من أبناءنا وشبابنا؟ تريد تعرف عن مجتمعنا؟ طالع التويتر وساحات الفيسبوك والإنترنت. يقول أحد الدكاترة في الرياض: يا أخي التويتر هذا كشفنا على حقيقتنا، كنا نظن أننا بلد رسالة وأننا محترمين زيادة وأننا متأدبين، والله يا أخي أني أخجل من كلمات في التويتر، والله إن في مجتمعنا من لا يراعي الله إنه قذف وسب وشتم وغيبة ولعن، ما تركوا مسؤولا ولا أميرا ولا وزيرا ولا عالما ولا داعية ولا شيخ إلا سبوه وانتهكوا عرضه واستحلوا حرماته وقذفوه وشتموه ورجموه وداسوه ومزقوه وهشتقوه. ومن لم يهشتق في التويتر ضحوة يهشتق به اشتاق ويوطى بمنشني، فتوطوه. أعوذ بالله، لا ذمة، يعني بعض الناس عنده دين وعنده رجولة، لكن أعوذ بالله نخجل والله أن يغلق الموقع. يقول لي بعض المشايخ يقول: شوف الهاشتاق، يوم أقرأ أني عود أخجل. طيب فين قوله سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد؟ ويقول صلى الله عليه وسلم: كف عليك هذا، كف عليك هذا. قال سبحانه وتعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أين ثقافة الإسلام؟ أين رعاية الإسلام؟ ولذلك نحن نريد تطبيق هديه صلى الله عليه وسلم في تعاملنا. اقرأوا التويتر يا إخوان، وأنتم كلكم أنا تطلعوا، لكن لماذا لا نساهم في الكلمة الطيبة؟ الكلمة الطيبة صدق، وقولوا الناس حسنة. من هم الناس؟ يقول مجاهد: الناس كل الناس، ليس المسلمين، كل الناس، حتى منهم أول المسلمين طبعا، كل الناس. يقول سبحانه وتعالى: ادفع بالتي أحسن. وقال سبحانه: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. ما قال الحسنة، التي أحسن. يعني دور كلام، حاول أن تجيب كلمة أحسن وأروع. أحسن يعني بديعة وطيبة لخاء. فنشكو حالنا إلى الله.